على نفس الموضوع الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق. أستاذ صبري مساء الخير. يعني حوادث مشابهة بتتكرر نتيجة يعني هذا الجرم، هذا العمل غير القانوني خلينا نوصفه يعني في الأساس، وهو تحويل شقق سكنية لمستودعات، سواء مستودعات أنابيب بوتاجاز، سواء مصانع بدائية. يعني تعليق حضرتك إيه على هذا؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو، إزاي حضرتك؟ الله يخليك، إن شاء الله أكون بخير الحمد لله. عايز أقول لحضرتك إنه ده إهمال جسيم بنشترك فيه جميعا. الذي ارتكب هذه الواقعة، آسف أقول لحضرتك، مجرم بغض النظر عن أدت إلى إيه أو لم تؤدي إلى إيه، لأنه في أي توقيت كان هذا العقار والعقارات المجاورة معرض لمثل الكارثة التي وقعت اليوم. صحيح. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، السكان الذين صمتوا على هذا الجرم مشاركون فيما حدث. نمرة ثلاثة، ازاي مشاركين يا استاذ صبري؟ يعني الساكن كان لازم يبلغوا، يعني لازم مش يبلغ، اولا يمنع هذا من خلال هذا الرجل اللي عمل الجرم ده يمنعوه. لم يرتدع يتم الابلاغ فورا للجهات المعنية، الحماية المدنية، قسم الشرطة، الادارة المحلية. للأسف ايضا الادارة المحلية تعد مسؤولية كاملة عما حدث لإهمال عدم المرور على مثل هذه المواقع. على فكرة هذا الموقع وغيره زيه كتير جدا بيبقى معروف لكل المحيطين به. اللي بيشتري الأنبوبة اللي بيعاد تعبئتها ده مواطن، واللي بيروح يديله أنبوبة فاضية ويملاها له مواطن، واللي بيجيب له الأنابيب الكبيرة اللي يحطها في الشقة دي أو المخزن ده مواطن. إذا الكل شركاء في هذه الجريمة. الأحياء أو المراكز أو المدن أو مركز القرية مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عما حدث. طيب احنا طبعا يعني ننتظر تحيات النيابة هتقول ايه، لكن طبعا كلام حضرتك يعني كلام قيم فيما يتعلق بمسؤولية المحليات وأيضا المسؤولية المجتمعية. يعني الناس اللي عايشة في هذه العمارات المفترض أنها تنبه السلطات، اللي حتى لو قصرت في أداء واجبها ويعني ما كانتش تقوم بعمليات التفتيش، يعني لابد أنه الأهالي برضو يعني كانوا يبلغوا من نفسهم، لأنه ده خطر على حياتهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق.